السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. بخصوص ديدان الأرض أو مزارع ديدان الأرض، أو كيف نكاثرهم أو كيف نغذيهم في التربة عندنا. قبل فترة حطيت هني ورق ودفنته بال دفنت يعني دفنته حطيت ورق بس للشيرة ودفنته، وراح أراويكم الحين كيف العمل بيكون. شوفوا يا جماعة ضربة شيو الوحدة، تشوفوا الأوراق خيف ها، وهذا ديدان الأرض، هذا بس ضربة وحدة شيو. راويكم إن شاء الله التحلل كيف يتم وهو مسمد طبيعي بالشجر. شوفوا يا جماعة، شوفوا كيف ديدان الأرض موجودة ها. شوفوا هذا الغذاء مالها، الغذاء مالها الورق، نستفيد من الورق. لاحظوا كله ورق هذا وكله تحلل، وهاي الديدانة، هاي سبحان الله. سبحان الله، بجهد بسيط يتم تغذية التربة والاستفادة من ديدان الأرض، وما شاء الله وتتكاثر وتعيش على هذه بقايا الأوراق مثل ما هو ملاحظ. طريقة تغذية للتربة وتكون بالعكس مفيدة جدا للأشجار، كلها ورقة إن شاء الله. فدفن الأوراق في الجزئية هذه يعني أسفل التربة يعمل على دور تخفيض درجات الحرارة والاحتفاظ بنسبة عالية من الرطوبة، وهذا اللي في الصيف احنا محتاجينه، محتاجين ان المكان يكون رطب ما ينشف بسرعة، يجعل النبات يعني يتكيف مع الاجواء الصيفية بشكل افضل واحسن. اي نعم، البعض كان يقول لي انت ما تعمل الهضبة لان ما شاء الله التربة رملية صحراوية، وطبعا تم تغذيتها بالمسمدات وكذا، فهي مسامية، يعني مجرد اني اسقي يغور الماي في الارض على طول، ما يطول، فمش محتاج هضبة. الهضبة للترب الطينية اللي تجعل الماي يتجمع ويتم مدة طويلة عشان ينزل في الارض. هذيل محتاجين اللي هو الهضبة عن الساق لحماية الساق، اما الترب الرملية ولا المسامية ما تحتاج. والله يقويكم.